منكم تكونوا بخير وعلى خير. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم. اليوم ان شاء الله البنات غادي نقدم معكم واحد التحليه بالبسكوي، وتحليه ديال الفلون بالشوكولا. نبداو على بركه الله شنو عندنا في المقادير. البنات عندي واحد نص طبق تحليب هنايا اللي دايره في الكاسرونه، وعندي فلون ديال الشوكولاط. هذه الطبقه الاولى ديال هاد الديسير اللي غادي نقدم معكم ديال الفلون. هذه الطبقه الاولى، عندي فيها نص طبق تحليب، وعندي واحد فلون ديال الشوكولاط، وعندي ثلاثه المعالق ديال السنيده، وعندي كريم باتيسير. اللي بغى يدير مايزينا البنات يديرها، ولكن كريم باتيسير فيها واحد اللذه خاصه البنات. دابا غادي ندير هذيك السنيده، وغادي ندير هذيك كريم باتيسير. هنا عندي جوج معالق ديال كريم باتيسير، صافي جوج معالق ديال كريم باتيسير. وعندي فلون ديال الشوكولاط. هنا كيجي واحد الديسير رائع يا البنات، بالبسكو داكشي وبالبنان، كيجي رائع، كيجي طبقات صافي. وهنا عندي واحد الفلون ديال الشوكولا. هذه هي الطبقه الاولى البنات، هنا كندير جوج طبقات صافي. وغنديرها حتى فوق البوطه، ملي توجد نوريها لكم. نحركها صافي، نديرها حتى فوق البوطه البنات. هنا كما كتشوفوا البنات، بعد ما طبت هي الطبقه الاولى ديال الديسير هي هذه صافي. دابا غناخذ واحد المغرف ونديرها في هاد الكويسات هادو، وندوزو للطبقه الثانيه البنات صافي. ناخذ على هذا الشكل القياس، حيت كاينين جوج طبقات البنات على هذا الشكل. كيجي رائع البنات هاد الديسير، غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. الديسير البنات كوجبة للسحور كيجي رائع ومشبع البنات. هنا البنات بعد ما وجدت الطبقة الأولى صافي، دابا غنديرها في الثلاجة تبرد، ندوزو للطبقه الثانيه البنات ديال هاد الديسير هذا. هنا البنات كما كتشوفوا معايا، دابا غادا نوجد الطبقه الثانيه ديال هذاك الديسير اللي قدمت معاكم. هنايا البنات عندي جوج كيسان ديال الحليب، وعندي جوج معالق ديال الكاكاو، وجوج معالق ديال الكريم باتيسير، وعندي هنايا جوج معالق ديال السنيده، وهنا عندي واحد البيمو اوريو، وعندي واحد الفلون ديال الفاني، وعندي جوج بنانات. هذه هي الطبقه الثانيه البنات. دابا هنا غندير هذيك الكاكاو، وغندير هذيك سنيده، وغندير هاد كريم باتيسير. اللي بغى يعوضها البنات بنشا يعوضها صافي. وغادي ندير هاد الفلون ديال الفاني صافي، ونديرها طيب فوق البوطه. هذا البنات الفلون ديال الفاني صافي. دابا نديرها حتى فوق البوطه، ملي يطيب وتوجد نوريكم الطريقه كيفاش غندير البنان وهاد الاوريو هذا اللي كيجي البنات ديسير رائع، كيجي طبقات رائع وبنين، وغادي يعجب وليداتكم. اهم غادي يعجب وليداتكم صافي. دابا نديرو يوجد فوق البوطه البنات، بعد ما يوجد نوريه لكم. هنايا البنات بعد ما كتوجد ليا الطبقه الثانيه ديال هذاك الديسير صافي، هنا غادي ندير فيه هذاك بنان، جوج بنانات اللي قطعت غادي نلوحهم عليه بحال هكايا صافي. وهنايا عندي واحد طريفات ديال الشوكولاط، عندي اربعه غادي نديرهم حتى هما معايا، وغنشد هذاك الاوريو غادي نقطعو طريفات على هذا الشكل البنات، طريفات عشوائيين على هذا الشكل صافي. وغادي نحركهم وغنديرهم كطبقه ثانيه لهاد الديسير. نحركهم على هذا الشكل البنات
صراحة كيجي الديسير رائع. صافي غنديرهم فوق دوك الكويسات اللي درنا الطبقة الأولى صافي على هاد الشكل. صافي البنات دابا غنبدل نهز ونحط على هاد الشكل عشوائي البنات. صافي غادا نقادو بواحد حكاية هاد الكويسات ديالي. صراحة تجي الطبقة الثانية رائعة. صافي صافي نكملو مع البنات على هاد الشكل كامل غنقاد ليهم الوجه ديالهم. هنا البنات بعد ما كنكمل الديسير ديالي كناخد واحد لاسباتي صغيرة وتنقادي الوجه ديالو بحال هكايا صافي على هاد الشكل. صافي وغنديرو في الثلاجة. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير اللي قدمت معكم اليوم. طبقات كيجي رائع يا البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات واحد لايك وبارطاج باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.